شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. هو ليه ما بقاش يطلب يقعد معايا زي الأول؟ أنا حاسة إنه بقى بعيد أوي. هي مش محتاجة دكتور يكشف على جسمها، هي محتاجة دكتور نفساني. ما بحبش العيادة، لما بتجيلك بحس إني مجنونة. كانت زمان بتتكلم تقول اللي تعبها، دلوقتي بقت واخدة جنبها على طول مع نفسها. أنت حاسة إنه يعرف واحدة تانية؟ حاسة؟ لا، متأكدة. إيه اللي شاغل بالك كل ده؟ أنت. مين اللي خلاك تنسسلينا شمس؟ أنا جاركم جديد. من أمتى؟ صالحتي أنت وسليم؟ أنا عايزة أبعد عن سليم. اوعي فكري في حاجة وترجعي فيها. انت لسه زعلان انت وشمس؟ وحد قال لك ان احنا زعلانين؟ ان هو يعرف واحدة غيرك ولا لا؟ طب ماشي انا موافقة. عندي حاجات كتير مهمة كنت مأجلها، بس من الواضح مش لازم أجل أي حاجة تاني. انت بتعمل ايه؟ انا اسف بس لقيت عندك نعناع، قلت يعني لو ما فيهاش قله ذوق مني هاخد شويه. انا ما بعرفش اشرب الشاي من غيره. اوكي بس مش المفروض تستأذن. الحقيقه انا اتكسفت، خفت لا تقولي عليا بار تقيل من كتر الطلبات. لا اتس اوكي. الو، انا معاه دلوقتي. مع مين؟ جوزك سليم، مش برضه اسمه سليم؟ على فكره زي القمر، هكلمك كمان ساعه. انتوا فين؟ احنا في فندق في الهرم. قلتلك مطهر، خفت لحسن الجرح يعمل التهاب.
ازيك؟ اتأخرتي ليه؟ لسه سايباه حالا من الصبح. ليه؟ كنت بتقولوا ايه؟ في ايه؟ في اي حاجة. كنت بتقولوا ايه؟ بيعمل ايه؟ اي حاجة. كلام ملوش اي معنى، كانه بيقولي كلام تافه، كانه عنده مشكلة ومش عايز يتكلم فيها. زي ايه يعني؟ ما اقدرش اسأله، شغلي اني انا نسيه مش افكره. طيب عملته ايه؟ كل اللي انت تتخيليه. انا لو منك منزلوش من البيت. طب قالك ايه؟ قالك ايه اكتر حاجة شنته فيكي؟ الصمت. الرجالة ما بيحبوش البنات اللي بتكلم كتير، عشان مخهم بيفكر في بكرة، دماغهم مليانة كلام. طبعا ده راجع عشان ضغط الشغل، بيفكروا في بكرة والمستقبل. محتاجين ست تنسيهم كل ده، ما تفكرهمش بالحاجات دي. انتي عرفتي كل الحاجات دي ازاي؟ شغلتي على فكرة. بس جوزك مميز شوية، برحل ان هو بيحبك. ليه؟ كلمتي عنه؟ لا كلمتوش، هما جملتين قالوا. بيحبك جدا، بيقول ان هو عمره ما قرب لحد وحس ان هو سعيد، وبيقول انك انتي ليكي طعم تاني. معنى كده انه عرف عليا ستات كتير؟ لا كده معرفش، ما اقدرش اسأله. أنا متشكرة. خليها المرة دي كادو مني ليكي، عشان جوزك كان حنين قوي معايا. أجي معاك؟ مش هينفع. ليه مش هينفع؟ أنت تنزل تروح تشوف شغلك وأنا هقعد أستناك، تخلص نقعد مع بعض. مش هبقى مستريح، هبقى طول الوقت مشغول بيكي. توصل اني هكون حمل عليك؟ انا ما قلتش كده، بس انا رايح شغل وبمكان مقطوع وانت فاضيه. انت بتحاسبني عشان سبت شغلي؟ هو مين جاب سيره شغلك دلوقتي؟ لا انت تقصد ده. بقول لك ايه، بلاش فلسفتك دي، خد الكلام زي ما بقوله. انت فاكرني هبله؟ فاكرني هبله ولسه صغيره هصدق كل حاجه بتقولها لي؟ بس انا فاهمك. اقول لك سافر، روح اعمل اللي انت عايزه براحتك. انت عايز تطلعي يا شمس؟ تصرفاتك بتقول كده. انت معايا ومش معايا، مخك في حته تانية. انت فاكراني عبيط؟ انت فاكراني نسيت كنا ايه وبقينا ايه؟ انا مش مسافر علشان شغل، انا مسافر عشان ابقى لوحدي، علشان افكر وعلشان اعرف كل اللي بيحصل حواليا. عايز احدد اخرنا ايه. ساعات الواحد بيكتشف انه اختار غلط، وانا مش هزعل منك لو قلت كده. برافو. انا اللي مش طبيعي، وانا اللي بطلب الطلاق، وانت اللي مصدوم وعايز تسافر علشان تفكر في المصيبه اللي انت فيها. انت كده مبسوط؟ مرتاح؟ حاسس انك مش ظالم حد؟ برافو.
ريهام، انت مسافرة مع سليم؟ مسافرة معي؟ أنا كده زيك؟ لا، أنت أحلى مني بكتير، بس هو شايفك أحلى. يمكن عشان مش بيشوفني كتير، ويمكن عشان بيشوفني يوم في الأسبوع، بس أنا حاسة إنه بيشوفك ستة أكتر مني. جايز. طيب أنا عايزة أكون شبهك. مش هتعرفي، عشان أنت محتاجة حاجات كتيرة قوي لازم تتعلميها، والحاجات دي من كتر هي صغيرة صعب عليكي. لا مش صعب، سهل. بصي، الراجل محتاج يحس ان هو هنا وهنا. الراجل محتاج يحس ان هو اول راجل ومفيش بعديه. مساء الخير. مساء النور. تفضل. لوحدك؟ واضح انك لوحدك. اتفضلي. عشاني؟ يعني قلت لازم أعبر عن امتناني ليكي. ليه؟ تعبت معايا بصراحة، مرة رقم تليفون سباك، مرة بسرق نعناع من الجنينة. وتسامحي؟ الله، انت بتحبي المزيكا؟ انا كمان بحب المزيكا.
انا هاخد قهوه ساده لو سمحت. وحضرتك؟ مظبوط. اوامر. لو سمحت ثانيه واحده، ممكن سيجاره؟ ممكن. في يا شمس؟ مالك؟ أنا مش طبيعية، حاسة إن في حاجات غريبة جوايا، بفكر في حاجات وعمري في حياتي ما كنت بفكر فيها. ليه بتقولي كده؟ عشان حاسة إن في حاجات جوايا بتحصل، حاسة بحاجات جوايا غريبة، أنا حاسة إني مش طبيعية. هو الشياطين فعلا بتلبس البني ادمين؟ لا طبعا، مين اللي قالك كده؟ انا اللي بقولك، انا بقيت افكر في حاجات وبعمل حاجات مش مظبوطه، صدقيني انا عارفه نفسي. بص يا شمس، مفيش عفاريت طبعا بتلبس حد، بس ممكن تعشش في دماغك لو انت اديتيها الفرصه. طب بقولك ايه؟ انت ليه ما فكرتيش تبعدي يومين انت وسليم عن بعض؟ تعيدي ترتيب اوراقك، ترتبي افكارك. سليم مسافر. يبقى انت زعلانه عشان هو مسافر؟ لا، انا مش زعلانه ان هو سافر وبعد عني، لكن مش مصدقه هو ليه بيعمل كده. بيعمل ايه؟ بيخن. متاكده؟ اتأكدتي ازاي؟ مش جايز اللي قالك ولا قالتلك يبقى حد بيغير منك وعايز يخرب عليكي؟ غيران من نجاحك انت وجوزك، عايز يخرب عليكي وتعيشوا حياة فاشلة زيك؟ جايز، لكن مش هي دي الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ان سليم بيخون، انا متأكدة. شمس، ما تخليش الاوان تاكل دماغك، لازم يبقى فيه دليل في ايدك. خيانة كده مش كلمة سهلة أي حد يطلعها على التاني، لازم يبقى في دليل. أنا متأكدة، صدقيني. مش عليه. أسأل على إيه؟ مش عايزة تعرفي بيعمل إيه؟ لا خلاص، مش عايزة أعرف. أقولك على حاجة، أنا غلطت إن أنا اتكلمت معاكي من الأول. هو دلوقتي نايم، أصل سهرنا امبارح سهرة كانت حلوة قوي، بيحب الضحك. أقولك يا بختك بيه. Thank you.
حدش ياكل حاجه لغايه ما اخلص كل الاكل. استنيه لغايه لما يجي. هموت من جوع. طب ما انا كمان جعانه. جود باي. ممكن تستناني بقى دقيقة كمان؟ هروح اجيب الصينية من الفرن عشان أأكلك زي البيبيهات بإيديا. أنا بقولك إيه، أنا جاي لحاجة تانية خالص. لا مش هينفع، في أكل بجد في الفرن. إيه اللي هيحصل له يعني؟ هيتحرق. ما يتحرق. لا مش ما يولع. مش كل شوية هروح في 60 داهية. مش كل شوية هحرق أكل في الفرن. لا انتي عاملة في نفسك ليه كده؟ ايه اللي هتستفيديه؟ ما يعمل اللي يعمله، يا رب يعرف ميت واحدة. العيب مش فيكي، العيب فيه هو. هي وهو ما اتصلش من ساعة ما سافر ولا مرة، كأنه مصدق مبسوط. ممكن ما تتصليش بيا تاني. الكيكه الغرقانه بالشوكولاته زي ما طلبتي يا مدام شمس. ميرسي يا حبيبي. نعم. الله، أجمل صدفة في حياتي وأجمل حاجة ممكن تاكليها وتظبط مودك الشوكولاتة. أستاذ طارق، أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. أنا فاهم أنت عايزة تقولي إيه. فاهم إيه؟ فاهم إن إحنا جيران وجايزة أكون جار تقيل ومتطفل بالنسبة لك. بس هعمل إيه؟ أنا ما أعرفش حد هنا ولا في المنطقة اللي لسه ناقل فيها دي. بصراحة كده بعتبر كلامي معاكي واللي حصل ما بيننا بداية صداقة. أستاذ طارق، أنا هتعرفي إن أنا إنسان كويس صدقيني. بص يا ستي، أنا كنت عايش في الزمالك، ما كنتش أتخيل إن أنا هسيب الزمالك أبدا أو هعزل منها. بقت دوشة وزحمة الزمالك، بس أنا بحب الهدوء، بحب العزلة. يمكن هو ده اللي بيخليني بلاقي صعوبة في اني اتعرف على الناس، وده اللي خليني ما اتجوزش لحد دلوقتي. بحب المزيكا، بحبها قوي. طب انت عارفة انا بشتغل ايه؟ لا. موزع موسيقي. الموسيقى دي حلم، عالم تاني، بحر لما تعيشي جواه تحس ان انت راكبه مركب، راكبه مركب على موج عالي قوي. البحر بيلعب بيك يمين وشمال، ورغم خوفك تبقي عايزه تكملي مش عايزه تنزلي. الموسيقى دي زي الحب، الحب اللي بيجي فجاه من غير ما البني ادم يعمل له حساب، زي الرغم اللي بتكتف العقل وتخليه مش عارف ياخد قرار. اتفضلي يا مدام شمس.
أصعب شيء إن الإنسان يحب حاجة لدرجة الجنون. تعرفي إن في مقولة بتقول إن الستات كلها بتحب الشوكولاتة؟ عارفة. عارفة ليه؟ لا. عشان الشوكولاتة بتفهم الستات كويس قوي. عارفة هما محتاجين إيه بالظبط. الشوكولاتة عاملة زي المية. المية اللي بتنزل على جسم عطشان من سنين. هو أنا ممكن أعزمك على كوباية شاي عندي؟ بالنعناع؟ تفضل؟ تفضل؟ طبعاً يعني البيت عندك أحلى بكتير. مش شرط. دايماً البيت بيبقى حلو بالناس اللي عايشة فيه. مش صحيح. ممكن يكون البيت حلو جميل، ممكن يكون طرازه هايل، لكن مع الأسف اللي عايش فيه مش مقدر جماله. ساعات الإنسان بيبقى عنده شيء صعب إن هو يكرر، ومع الأسف ما بيحسش بقيمته غير لما يضيع منه. انت بتشتغل؟ كنت، لكن بعد الجواز سبت الشغل. خسارة. انا كمان ندمت. اعمل لك الشاي بقى؟ ثانية واحدة. لا طبعا. متأكدة؟ بصراحة ساعات بتحزن. أنا نفسي بعاني منها لأني ما باخدش على الناس بفهم، ولما باخد عليهم بفهم. أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ يعني زي ما تقولي كده، معظم علاقاتي اللي مرة كانت دايما بتنتهي بالفشل. انت السبب؟ جايز اكون انا السبب وجايز لا، ما اقدرش احدد، لكن كل اللي فهمته وتعلمته من تجاربي اللي قبل كده
إن العلاقات الإنسانية دي صعبة ومركبة ودايماً بيكون فيها طرف مبني عليه خسران. يعني مش فاهم. أفهم. إحنا في الأول بنحب بعض قوي وبنقرب لبعض لدرجة ما بنحسش فيها إن إحنا بنحاول نخنق بعض. تتحول الأمور لحبل، حبل زي حبل المشنقة بنخنق بيه نفسنا. الأول بنبقى مبسوطين جدا جدا وكل واحد فينا بيحس إن هو خلاص حقق الحلم اللي هو بيحلم بيه. بنبقى عايزين الدنيا كلها تعرف إن إحنا مع بعض. في الآخر بنفوق بنكتشف كل اللي عشناه ده كان وهم، وهم وانتهى خلاص. زي خطوط الإيد بالظبط، بتفرديها عشان حد يقراها وبنصدق كل اللي يقوله لنا، لكن الحقيقة إن الحقيقة لغز ومحدش يقدر يفهمه.